نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا أنهينا الفصل السادس الذي ذكره المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى، وهو من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. انتهينا إلى أنواع الزيارات، زيارة القبور، وأنها على ثلاثة أنواع: الزيارة الشرعية المأذون فيها، وذكرنا توضيح ذلك، ثم الزيارة البدعية، وانتهينا عند الزيارة الشركية وهو دعاء المقبور نفسه. نعم. قال الفصل السابع، في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. هذا فصل ذكره الناظم رحمة الله تعالى عليه لبيان هذا الأمر، وهذه الأشياء المحرمة. وفي الحقيقة هذه الأمور التي سيذكرها هو المقصود، هذا هو المقصود والمهم الإشارة إليه لعظمة هذا الأمر، وأنه من الشرك الصراح الذي حذر منه ونهى الله عز وجل عنه، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي قول الرجل الصالح كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا آمرا نبيه بالتوحيد ناهيا له عن الشرك: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. قال جل وعلا: ولا تشرك ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا: لا أشرك به أحدا. الآيات عند الباب كثيرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. فهذا مقصود الباب، بيان ما وقع فيه أو ما وقعت فيه الأمم السابقة حتى تدرج بهم الأمر إلى الشرك الأكبر فاستحقوا العقاب. قبل ذلك إرسال النذر وبعث الرسل لإنذارهم وإعادتهم إلى التوحيد الصافي، فلما امتنعوا استحقوا العقوبة. وهذه الأمة قد أرسل إليها آخر رسول وآخر نبي، وليس بعد ذلك نبي ولا رسول، ولهذا لا تعجل هذه العقوبة، أو ليس في هذه الأمة تعجيل العقوبة كما في الأمم السابقة كما جاء في الحديث، ولكن فيه التنبيه لما وقع فيه أولئك لاجتنابه والحذر منه، والتوعد لمن وقع في هذا الأمر الخطير المنهي عنه. فلا بد من الاعتبار والاستبصار والتبصر والاتعاظ بما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من أحوال أهل الشرك وما استحقوه من العقاب والعذاب
عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. قال المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى: حكم من أوقد سراجا على القبر أو بنى على الضريح مسجدا. هذا الأمر ذكره الناظم حافظ حاكمي رحمة الله تعالى عليه في تحذير الناس من هذا الأمر الخطير، في تحذير الناس من هذا الأمر الخطير. والمؤلف كما ذكرنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه هذا نظمه، وإن كان هو من بلاد نجد والحجاز أو قريبا منها، فنفس ما ذكره وأشار إليه أيضا كتب فيه علماؤنا. ولو أنك تقرأ الكتاب الذي يعني لعلنا سنشرحه إن شاء الله تعالى، وهو كتاب الشرك ومظاهره للإمام محمد المبارك الميري رحمة الله تعالى عليه، فإنه فيه ما في هذا الكتاب. وإذا قرأت هذا على حدة وذاك الكتاب على حدة فإنك تقول ربما هذا ناقل عن الآخر والآخر ناقل عن هذا، في حين أنه لا لقاء بينهما ولا إدراك بينهما، وإنما تعاصر شيئا من الزمن ولا أحدهما نقل عن الآخر. حتى أن الإمام مبارك الميري رحمه الله قال: بعد أن أنهيت الكتاب وعزمت على دفعه للطبع وصلني من علامة من العلامة السلفي، وذكره وهو من جدة، كان يعني من أحد الأعلام مجتهدا في نصر كتب السنة، غاب عن اسمه الآن، قال: أرسل إلي كتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد، قال: ولو أن هذا الكتاب جاءني من قبل لوفر علي الكثير، قال: لأن هذا الكتاب كتاب بور وهو بكر، لا سليمة سابقة في متابعته فيه، فهو من ترتيبه، قال: لو أن الكتاب جاءني لوفر علي الكثير. ومع ذلك راجع الكتاب ونقل منه بعض الأشياء أشار إليها رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا المقصود هو أن هذا الأمر ليس من انفراد به طائفة من العلماء في بلد ما، بل هذا مما يتفق عليه جميع علماء السنة في كل بلد وعلى أي مذهب. هذه أمور شركية لا بد من النهي عنها والتحذير منها والتنبيه إليها. ولو أننا كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقرأ كتاب الشيخ مبارك الميري فإنكم ستجدون فيه من الأمر من التشديد والتعظيم لهذا الأمر ربما ما لا يوجد في هذا النظم ومن كتب في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. الضريح بعض المطبعات الضريج بنقطة الجيم حاء مهملة. أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. أشار هنا إلى هذه المسألة، وهي ماذا؟ إيقاد السرج، إيقاد السرج على القبور وعلى الأضرحة. السراج هو القنديل الذي يولى فيه النار للاستضاءة به، مصباح يستضاء به، فهذا هو السراج. والضريح هو القبر، مشتق من الضرح وهو الشق، والمقصود به القبر يبتنى عليه أو يبنى عليه تعظيما احتراما وتقديرا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البناء على القبور، نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة تصل إلى لا تصل إلى التواتر، قد رواها من الصحابة الكرام أزيد من 14 صحابيا، وفي بعضها على قلة ضعف يسير، وكل حديث له طرق،
فهو حديث قوي. ومن على القبر سراجا على القبر، هذا جار متعلق بأوقد، من أوقد السراج على القبر أو بنى بناء على الضريح أو ابتنى بزيادة التاء، ابتنى أي اتخذ، أو بنى مسجدا على الضريح، هذا الفعل، هذا فعل ماذا؟ هذا فعل اليهود والنصارى، فيعد مجددا لفعل اليهود والنصارى، لأن هذا الفعل هو فعل اليهود والنصارى، بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور، جعل القبور داخل المساجد، إيقاد السرج على القبور والأضرحة، تعظيم القبور، إضافة هذه الهالة عليهم أزيد من الحد، هذا من فعل اليهود والنصارى عياذا بالله تعالى، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، رأتها أم سلمة وأم حبيبة، وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لما كان يمرض في بيت عائشة في حجرة عائشة، فيأتيه نساؤه ويجلسن معه ويتبادلن الحديث، فجاء ذكر الحبشة، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة كانت بأرض الحبشة، وذكرتا مما فيها من الصور، فقال عليه الصلاة والسلام وهو في ذاك الهم والغم والمرض الشديد، أو في ذاك المرض الشديد، قصد الهم والغم يعني ما كان بلغه من آثار المرض، أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعل هذا الأمر الذي يدخل قبرا في المسجد كما فعل في الأيام الأخيرة في هذه المنطقة من مناطق ولاية شلف وجعلوا القبر في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق، وصف الناس بأنهم شر الخلق، هل لأنهم فعلوا مباحا؟ هل لأنهم تركوا سنة؟ هل لأنهم تركوا فعلوا مكروها؟ هل يقال لواحد من الناس أنت شر الناس لأنه فعل شيء خلاف الأولى؟ هل يقال هذا؟ الذي يرتكب كبيرة هل يقال له أنت شر الخلق؟ هذا لا يقال، الذي يقع في كبيرة ولا يقال له أنت شر الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، وإن كنت بريئا سيبرئك الله. ماذا قال عز وجل في آياته لمن أذنب؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وكذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فلمن يوجه هذا الخطاب؟ شر الخلق، شر الخلق، هذا يوجه لمن يرتكب فعلا عظيما وأمرا شنيعا وأمرا قبيحا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اشتد به المرض طفق يطرح خميصة على وجهه، خميصة ثوب المعلم فيه علام إشارات، فإذا اغتم بها كشف عن وجهه، كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال راوي الحديث يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. في البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة
قاتل، قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقول الناظم: فإنه مجدد جهارا، جهارة علنا لسنن اليهود والنصارى. كون هذا من سنن اليهود والنصارى عندنا فيه أزيد من 14 حديث يقول في عليه الصلاة والسلام: هذا فعل اليهود والنصارى. فبناء القبر داخل، جعل القبر داخل المسجد، بناء القبر على المسجد، قصدت أو لم تقصد، عظمت أو لم تعظم، وهكذا. هذا فعل لا يجوز، هذا فعل من يهود النصارى. لم تقصد إذا نفسده انزع، أخطأت صوّل، هذا فعل اليهود والنصارى لا يجوز. وإذا أضفنا إلى هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة التي فيها النهي عن تتبع اليهود والنصارى، والتي فيها أن من أمر الله الكوني أنه سيكون هذا الأمر، فلا بد من أن تتحرزوا شدة التحرز من الوقوع فيه في اتباع اليهود والنصارى، فلا بد من الاجتناب. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه، لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي من الناس؟ وفي رواية: الروم والفرس. قال: فمن الناس؟ فهذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في رواية قال: حتى لو كان فيه من يأتي أمه لكان فيه. ومن التحذير أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات مر الصحابة الكرام على شجرة لأهل الشرك ينوطون بها، يعني يعلقون أسلحتهم بها، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا، نتبرك بها كما لهم شجرة يعلقون فيها الأسلحة وهم يتبركون. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده مثل قام إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذه سنن اليهود والنصارى، هم الذين عندهم تعظيم القبور ومجاوزة الحد فيها وإدخالها في أماكن العبادة وبناء المساجد عليها أو أماكن العبادة عليها. فمن فعل فإنه يجاهر باتباع سنن اليهود والنصارى، والله جل وعلا قد أمرنا بدعائه أن يجنبنا طريقه. ولهذا من الركن في الصلاة قراءة الفاتحة، وفيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا طريق الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين والصديقين، كما قال تعالى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: غير المغضوب عليهم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. فأنت في كل صلاة، في كل ركعة تقرأ الفاتحة، تدعو الله تعالى أن يهديك إلى طريق المنعم عليهم، وأن يجنبك طريق اليهود طريق النصارى. فما الحكمة من هذا؟ الحكمة من هذا، أو مما يدل عليه هذا الأمر، كون طريق اليهود والنصارى طريق فظيع وشنيع قبيح جدا، وكونه الأمر فيه خشية وخوف من اتباعه، وكون الأمر لا بد فيه من شدة وحزم في اجتناب طريقهم، وإلا فلما يشرع لنا أن ندعو الله جل وعلا في اليوم أزيد من 17 مرة بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالأمر جدها. نعم. وقد أمر وقع الأمر كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. كم من مسجد مبني على القبور، مبني على قبر، وتجد فيه قبر معظم كما وقع آخر مرة. وهذا أمر لا يجوز السكوت عليه بحال. وكل من له مكنة من أن يرفع الأمر إلى أصحاب القرار ففي أن يغير وأن يتخذ الإجراء لا بد من ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه. لا بد من يستطيع أن ينصح ينصح، يستطيع أن يقنع أهل المدفون في المسجد، يقنعهم فيطالبون بترخيص لإخراجه من المسجد ودفنه مع عامة المسلمين. هذه سنة المسلمين، هذه سنة المسلمين، سنة المسلمين أن يدفن الميت مع المسلمين. لماذا يخص يدفن في مكان خاص؟ لما هذه من خصائص الأنبياء والرسل أن يدفنوا حيث ماتوا، ومسائر الأموات. فهناك مقابر المسلمين يدفنون في مقابر المسلمين، لا يخص بمكان، لا يخص بمكان، لا يخص بمكان. هذا ما لا يصح تخصيصه بمكان فيه 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 أضرار، ضرر على عامة المسلمين وعلى دينهم، أو ضرر في حقه. فإذا دفن في فلاة فهنا عرضناه إلى أن لا يدعى له، لا أحد يأتي على قبره، وليس بين المسلمين متى دخلوا المقبرة دعوا له. فهذا قد فوتنا عليه كثير من الأدعية. أو يدفن في مكان خاص كمسجد أو مدخل مسجد، ففيه إضرار على المسلمين وإضرار على دينهم. القبر، المسجد الذي مبني على القبر لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه باتفاق الأئمة الأربعة، منصوص عن الأئمة الأربعة أنه لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر، بل وفتاويهم تنص على إبطال الصلاة، وأنه إذا كان في قبر لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا المسجد تصلي فيه. ففيه إلحاق الضرر بالمسلمين، وأيضا التعرض لدينهم بإيغال ونشر الشرك فيه. قال بعد ذلك: كم حذر المختار عن ذا ولا عن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. هذا كله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم حذر المختار، النبي صلى الله عليه وسلم هو المختار، اختاره الله، كما جاء في أثر ابن مسعود الذي روى الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن الله جل وعلا اطلع على قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاه، فاصطفاه لنبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مباركا. فاختاره الله واصطفاه، والاختيار والاصطفاء تمييز لما في قلبه من الصفاء ولما فيه من الخلوص والنقاء، اختاره الله تعالى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ولعن، ولعن فاعله، روى ذلك أهل السنة، مثل ما ذكرنا حديث عائشة فيما قصته أم سلمة أم حبيبة بأرض الحبشة، كذلك حديث ابن عباس وعن عائشة أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أبي مساجد. قالت عائشة: حذر ما صنعوا. وبعده في حديث أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث أبي مرتد الغنوي قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حديث ابن عمر قال، أو حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم. يجي واحد يقول الأنبياء هذا فقط، والصالحين هؤلاء الحديث، وصالحيهم مساجد.
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا من أصح ما يكون، حديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، يجصص جعل عليه جص يبنى عليه، وأن يقعد عليه، هذا غير جائز يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه الإمام أحمد ومسلم. وروى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه مرفوعا قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث في طرقه ضعف، لكنه له شواهد كثيرة ومتابعات يثبت بها. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. بيوتكم لا تكون كالقبور، ليس فيها صلاة وذكر، خلاف القبور ليس فيها الصلاة، فكيف تجعلون القبور في المساجد، المساجد صلى فيها. وفي حديث ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه البخاري ومسلم كذلك. وكذلك في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا الحديث أيضا جاء من طريق علي رضي الله عنه ومن طرق أخرى كثيرة. هذه أحاديث صريحة وفيها لعن هذا الفاعل، وفيها التحذير من هذا الفاعل. ها، كم حذر المختار عن ذا ولعن. اللعن الطرد من رحمة الله، إذا طرد الواحد من رحمة الله إيش بقي له؟ ماذا الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ محروم هذا الذي طرد من رحمة الله، لأن الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هؤلاء أهل رحمة الله عز وجل. رحمة الله واسعة، فلا يطرد منها إلا محروم، لا يطرد منها إلا محروم. لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على من يفعل هذا الفعل، يبني المسجد على قبر، يدخل القبر إلى المسجد، هذا فعل لا يجوز، هذا حرام، هذه جناية، جريمة وجناية على الدين. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله، التحذير واللعن. قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، لا يجوز هذا، كما سبق معنا في الأحاديث، نهى عن بناء القبور وأن تجصص، نهى عن بنائها وأن تجصص، وأن يكتب عليها، وأن يزاد عليها، هذا كله غير جائز. قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر أو وأن يزاد فيه فوق الشبر، لا يوجد فوق الشبر، لهذا لا يزيد على أكثر من التراب الذي يخرج من القبر، فإن زال شيئا لأنه بعدين سينزل لا بأس، لكن لا يجعل قبة عياذا بالله. وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، هكذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي التياح رضي الله تعالى عنه والله، أو رحمه الله تعالى، أبي الهياج الأسدي، قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: ألا تدع تمثالا، وفي رواية صورة، تبعوا أصحاب الصور، ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف العالي الذي أشرف أزيد
من المأذون فيه والمشروع يسويه، يسويه بما أذن به الشرع، لا يزيد عن شبر ونحو ذلك. هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا على هذا الأمر، وبعث علي أبا الهياج الأسدي على هذا الأمر، فكان إذا وجد صورة طمسه، وإذا وجد قبرا مشرفا أيضا سواه كذلك. روى مسلم عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبي بأرض برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بابن عبي بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. القبور تسوى لا ترفع مثل ما نفعل الآن، تدخل إلى قبور المسلمين تجد مرفوعة مبني عليها بالبلاط والجص والبناء واللبن ونحو ذلك، ويصرف في ذلك أموال، وقد يلبس عليه الشيطان يقول: هذا والله ما هو شخص صار في الوالد ولا الوالدة ولا في زوجته أو ابنه أو جاره أو كذا، ما هو شخص صار. شوف المقلوب فهم القلب، ها، وانظر إلى فهم السلف. أبو بكر الصديق لما قيل له في جبة جاء غالية الثمن جميلة، قالوا: هذه تجعل لك في كفني. قال: ما، قال: الحي أولى بها، الحي أولى بها، الميت قطعة قماش يلف فيها ويدفن، وجماله في عمله وقوله الذي قدمه بين يديه ليلقى به ربه جل وعلا. أما جمال القبر وبناؤه ورخام وكتابة مذهبة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وين هذا؟ ها، من المؤمن الإنجاب صدقوا ما عهد الله عليه إلى آخره، من التزكية المبالغ فيها: لا تزكوا أنفسكم، ربنا قال حتى تزكوا أنفسكم. البخاري كما بوب في صحيحه: لا يقال فلان شهيد، نرجو له ذلك، وإن كان مسألة فيها خلاف. فإذا هذا هو، هذا ما نصت عليه النصوص ودلت عليه. فكل قبر مشرف لا بد أن يسوى. أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى في أبيات فيها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه والغلو فيه. طيب، الأبيات الأولى فيها بيان أن البناء على القبر. طيب، هنا فاتني شيء أنبه إليه، وهو قضية إيقاد السروج. هذا لا يجوز، حرام، لكن مروي في حديث فيه ضعف، وهو حديث ابن عباس: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد والسرج. رواه أهل السنن، وقال الترمذي حديث، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن، وقال حديث حسن. والحقيقة ذكر لفظ السرج فيه ضعف، لفظ السرج فيه ضعف، لكن من حيث المعنى يقول العلماء أنه لا يجوز إيقاد السرج على القبور، يعني أن يوقد السراج باب التعظيم، يعني ليس المقصود في مقبرة إذا احتجنا إلى دخولها ليلا أو تكون عليها إنارة، هذا لا إشكال فيه، وإنما إيقاد السراج على القبر. طيب، بعدما أشار المؤلف إلى هذا الذي هو صريح في النهي ومن أمور الشرك، ذكر الناظم سد النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الشرك وسد علينا الأبواب، ولذا قال: ولا تتخذوا قبري عيدا، إياكم أن تتخذوا قبري عيدا،
والناس الآن اتخذت قبورها غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. كل واحد عنده قبر، عنده قبر اتخذه عيدا، ها يزوره كل يوم عيد، كل عيد تلقاه في المقبرة، عيد الفطر لا عيد الأضحى. قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتخذ عيدا. ما معنى عيد؟ العيد من العود، العود هو عود الشيء رجوعه، فسمي العيد عيدا لأنه يعود عليك في كل موسم وكل فترة زمنية، كانت سنة أو شهرا أو أسبوعا أو أشهرا أو سنوات أو غير ذلك. فاتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا يعود علينا كل عام فنزوره ونفعل كذا، هذا لا يجوز. ومن باب أبلغ أولى كذلك القبور الأخرى، القبور الأخرى لا يجوز اتخاذها عيدا. وهذا لا يعني عدم الدعاء لها، ندعو له، ندعو له كلما جاء ذكره وبين فينة وأخرى وهم على ذكرنا وعلى ألسنتنا، وفضلهم لا ينسى إلا جاحد. فضل الأخيار وفضل الأبرار وفضل الصديقين وفضل المجاهدين وفضل الشهداء وفضل من أبلى البلاء العظيم وقدم نفسه وماله وأهله وكل ما يملك لتحرير هذه الأرض وليرفع عليها كلمة التوحيد، هذا لا ينسى فضله إلا جاحد، لا ينكر فضله إلا جاحد. هؤلاء لهم حق علينا، ومن هذا الحق الدعاء، كلما جاء ذكرهم نترحم عليهم، ندعو الله يغفر لهم ويكتب لهم الشهادة ويرزقهم إياها ويرزقهم منازل الشهداء، وأن ينعمهم في قبورهم وأن يرفعهم درجات مع النبيين والصديقين، هذا لا بد، لكن لا يكون بما يخالف الشرع، لا يكون بما يخالف الشرع. ولا تعارض بين أن ندعو لهم ونعرف قدرهم وبين أن نقول لا يجوز اتخاذ قبورهم عيدا، هذا ما في تعارض. إذا قلنا لا يجوز اتخاذ قبورهم عيدا لا يعني أننا نسبهم أو لا نعرف قدرهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا يجوز أن تتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا يعود عليك كل سنة أو كل موسم، هل يعني أنك قصرت من قدره؟ لا والله، أرفع الخليقة على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال سيد ولد آدم، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ويظهر الله فضله يوم القيامة في مقام الشفاعة العظيم، مقام الشفاعة العظيم لما يطلب الناس من أبي البشرية آدم أن يشفع عند الله ليفصل القضاء بين العباد، فيقول آدم أكلت من الشجرة، يأتون نوح ويقول أنه دعا لقومه، كان له دعاء دعاه، يأتون موسى إبراهيم ويذكر الكذبات الثلاث، يأتون موسى ويذكر قتل الرجل، يأتون عيسى يقول لست لها ولم يذكر شيئا عليكم بمحمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. هذا هو المقام الذي نسأله لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد كل أذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وين وعدوا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا. فهذا مقامه عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا لا يتخذ قبره عيدا لا يعني أننا نقص من قدره، هذا تلازم لا يوجد، تلازم لا يوجد هذا. إذن فإنزال الناس منازلهم وترك ما هو محرم شرعا لا يقدح في تقديرهم واحترامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب،
أي باب يؤدي الشرك سده. قال الرجل: ما شاء الله وشئت. قال: قل ما شاء الله وحده. كان يقولون: والكعبة. قال: قل ورب الكعبة. كانوا يعظمون، قالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. ما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لكن لما خشي من أن يفتحوا باب التعظيم والغلو قال: السيد الله، السيد الله. ثم قال: لا تطروني، أي لا تغلو في، لا تبالغوا في. قال الناظم رحمه الله تعالى يبين تحذير النبي عليه الصلاة والسلام الأمة من أن تطريه وأن تغلو فيه، وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه. ولا يستجرينكم الشيطان، الحديث نسيت، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. هذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من إطرائه. الإطراء هو الغلو في المدح، المبالغة في المدح، مجاوزة الحد. وهذا حديث صريح فيه، حديث عمر عند في الصحيحين، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما معنى لا تطروني؟ الإطراء هو غاية في المدح والمبالغة فيه. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم يعني لا نمدحه؟ نمدحه. طيب، فما المراد من عدم الإطراء؟ المراد أنك لا تمدحه بما ليس في مرتبته. كان تعطيه صفات الألوهية والربوبية، النفع والضر، إجابة الدعاء، إدراك علم الغيب. ماذا قال القائل؟ ها؟ قال: فإن من علمه، فإن من جوده الدنيا وضرتها، ومن علمه علم اللوح والقلم. هذا يقول يطري النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه، يقول من جوده، أي أن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود، وهذا في الصحيحين حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. لكن يقال: فإن من جوده الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، مبالغة. زين، ومن علمه، أي ما يعلمه عليه الصلاة والسلام، علم اللوح والقلم، يعلم اللوح والقلم، يعلم ما في اللوح وما جرى به القلم. هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذا غلو، هذه مبالغة، مجاوزة حد. فمعنى لا تطروني أي لا تمدحوني زيادة عن الحد، كما جاء في رواية أخرى: فإني فما ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. صريح هذا الحديث. وحذر الأمة عن إطرائه، قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس كذلك في عند الإمام أحمد وغيره: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم والغلو، ما هو الغلو؟ ها؟ مجاوزة الحد، غلا مجاوزة الحد. ومنه غليان الماء، لما يغلي الماء إذا غلا ماذا يقع له؟ ها؟ يفيض، فيجاوز حد القدر ويفيض. منه هذا، لا إياكم الغلو، لا تجاوز الحد. قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس كذلك عند النسائي بإسناد جيد، قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا،
فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بعض قولكم، ولا يستهوينكم، يوقعكم في الهاوية، ولا يستهوينكم، في رواية ولا يستجرينكم، يجركم إلى الضلال الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بإسناد جيد. ومن حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني آمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تعالى. قلت: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، يجركم إلى الوقوع في أمر الضلال، فاحذروا هذا. فغرهم إبليس، إبليس غرهم وأوقعهم في الهاوية وجرهم إلى الضلال، فخالفوه جهرة، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن أصحاب المدائح الذين يبالغون في المدح ويجاوزون الحد، وارتكبوا ما قد نهى، وارتكبوا ما قد نهى عنه، ولم يجتنبوا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وجاء في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى الذي يدل على أن الله عز وجل أرسل النبي والرسول لتعليم الأمة لا ليدعو نفسه أنه إله أبدا، كما قال تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال جل وعلا: قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال عز وجل في آية أخرى: تعم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، في قراءة تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي آيات أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وغير ذلك من الآيات. فالرسول يدعو إلى عبادة الله عز وجل، لا يدعو إلى أن يؤلهه الناس ويجعلونه ويتخذونه ربا عياذا بالله تعالى. هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، وفي مقابله ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن غر الشيطان الناس فأوقعهم في المحذور وتركوا المأمور، خالفوا بذلك الكتاب والسنة فارتكبوا المحرم وتركوا ما أمر الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون على حذر من هذا الأمر ومن هذه الأفعال، فإنها أفعال يعني من أمر الشرك، والشرك أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين قل ذكر إشكالا أه
هذا إشكال يعني يذكره غير واحد من شراح الحديث. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، استشكل بعضهم ذكر النصارى فيه. اليهود لهم أنبياء، أما النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وليس لهم قبر. هذا فيه إشكال يعني. لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب النصارى نبي الذي أرسل فيهم وعيسى، بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد نبي، ليس بينهما نبي، بينهما كم؟ أزيد أو قريب من 600 سنة، 6 قرون، ها؟ تقريبا 600 سنة وشيء، كما جاء في البخاري كتاب بدأ الخلق. فأشار إلى هذه الشبهة أو هذا الإشكال ابن حجر. قال والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين، كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قول أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكرار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيده رواية مسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم. ولهذا أفرد النصارى في الحديث إذا مات فيهم الرجل الصالح، ولما أفرد اليهود قال قبور أنبيائهم. أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو اتباعا، فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمون اليهود. هذا الجواب. ماذا قال؟ قال المقصود أنه اتخذ قبور أنبيائهم، أو كان بعد عيسى أنبياء بمعنى الحواريين غير مرسلين، غير مرسلين. وهذا جواب يعني فيه نظر وفيه إشكال. أو قال المقصود ذكر الأنبياء بإزاء المجموع، يعني بالنسبة للنصارى عيسى وليس له قبر، لكن الأنبياء المقصود اليهود أيضا، فجمعهم باعتبار اتخاذ اليهود لا باعتبار أن النصارى اتخذوا قبور أنبياء بعد ذلك. أو المراد بالأنبياء كبار الأتباع. أو المقصود أن اليهود اتخذوا ذلك ابتداعا والنصارى اتباعا، والنصارى اتباعا. الحقيقة هذا الجواب الأقرب، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا من فعل النصارى، النصارى يفعلون هذا بالصالحين. وكذلك هذا الجواب، قال في النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح، وكذلك يفعلون مع الأنبياء الذين اتخذهم اليهود وقبلوا على قبورهم مساجد، فتبع النصارى اليهود في ذلك، فكان من اليهود الابتداء ومن النصارى الاتباع. والله تعالى أعلم.